وتزامنا مع عودة الطلبة إلى المدارس، أكدت الإدارة العامة للمرور مواصلة استقبال حافلات نقل الطلاب للتأكد من اشتراطاتها قبل الترخيص لها لمدة عام ابتداء من شهر سبتمبر، تمهيدا للتجديد السنوي الذي يهدف للتأكد من التزام السواق بكافة وسائل السلامة في حافلاتهم للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم. أكدت الإدارة العامة للمرور مواصلة استقبال حافلات نقل الطلاب للتأكد من اشتراطاتها قبل الترخيص لها لمدة عام ابتداء من شهر سبتمبر، تمهيدا للتجديد السنوي الذي يهدف للتأكد من التزام السواق بكافة وسائل السلامة في حافلاتهم للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم. ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى التعاقد مع مؤسسات النقل أو الأفراد الحاصلين على تراخيص محددة بالتواريخ على الزجاج الأمامي للحافلة، والتعامل بجدية في مسألة اختيار السائق المرخص والذي يخضع لمحاضرات توعوية مختصة بالنقل الآمن للطلاب، وعدم التهاون في التأكد من وجود التراخيص اللازمة حفاظا على سلامة أبنائهم، وكذلك ضمان استمرار حصولهم على الخدمة في حال تم ضبط السواق المخالفين ضمن حملات تنفيذ القانون في المناطق التعليمية الهادفة إلى حماية الطلاب من السواق المتهورين أو غير الملتزمين بالاشتراطات. وحول أهم الاشتراطات المطلوبة بالحافلات، ذكرت الإدارة العامة للمرور أن وجود كاميرا في الحافلات يقع في مقدمة الاشتراطات، وذلك بوضعها داخل الحافلة وفي الخلف مع تركيب حساسات خلفية تسمح للسائق بكشف الرؤية الخلفية بالكامل تفاديا لوقوع حوادث مرورية، فضلا عن وضع طفاية للحريق يتم تحديد حجمها وفقا لحجم الحافلة مع حقيبة إسعافات أولية. تقوم الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة المواصلات بالتأكد من باصات نقل الطلبة من استيفائها جميع الشروط في نقل الطلاب من وإلى مدارسهم. ننصح أولياء الأمور بالتعاقد مع مؤسسات النقل وباصات نقل الطلبة مستفية شروط السلامة من الإدارة العامة للمرور، وذلك حفاظا على أبنائهم في نقلهم من وإلى مدارسهم. وباصات نقل الطلبة تكون عليها تأمين شامل للراكب والسواق. أما عن الاشتراطات الواجب توافرها في باصات نقل الطلبة، لابد من وجود حساسات أثناء الرجوع للخلف وكاميرا أثناء الرجوع للخلف وطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية. بالنسبة لإجراءات المرور، الفحص السنة الحمد لله رب العالمين وايد أسرع، في تطور أكثر الحمد لله رب العالمين، والدليل أن أنا من جيتي للحين ما صار لي حتى 25 دقيقة، فالحمد لله رب العالمين هذه في تطور. وبالنسبة للفحص السيارات هذا شيء ضروري إلى سيارة أو للطالب ولا حتى راعي السيارة، يعني أساس أن تكون في استمرارية أكثر، يعني يقدر يستخدم السيارة بشكل أكبر. يعني اشتراطات السلامة أهمياتها عشان نكون مراقبين داخل الباص، إذا كان في أطفال لا ننسى أحد داخل الباص، مثلا كاميرا الرجوع للخلف عشان نقدر نشوف إذا في أطفال في الخلف أو أي شيء.